الثقافي حيث تحت شعار وحدة الوطن نظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام بقاعة الأطلس ندوة صحفية للحديث عن انطلاق الطبعة 37 للمهرجان الدولي تيم جاد السهرات الفنية يحييها ألمع نجوم الأغنية الجزائرية العربية والعالمية. تقرير لتوفيق ضيف الله. تحت شعار وحدة الوطن يعود مهرجان تيم جاد الدولي في طبعته 37 ليطل من جديد على جمهوره في سهرات فنية يحييها ألمع نجوم الأغنية الجزائرية العربية والعالمية على ركح المسرح الجديد بالمدينة الأثرية تيم جاد بولاية باتنا. نظن موجودة عندكم تقريبا قارب 11 دولة، يعني 11 فرقة، يعني ليست مشاركة دول، لا مشاركة فرق من دول، ما يقارب 11 دولة، ومن كل أقطاع، يعني تقريبا من أمريكا اللاتينية، من الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، أفريقيا، العالم العربي، من آسيا. العدد تقريبا يتجاوز 400. يوم الافتتاح فقط نتجاوز 150 على الركح يوم الافتتاح. المهرجان الذي رصدت له ميزانية معتبرة يستمر على مدار 8 أيام بتنظيم من الديوان الوطني للثقافة والإعلام وبمساهمة متعاملين آخرين يعمل على إعادة إحياء الحركة الفنية في ولاية باتنا. هي نفس الميزانية تاع السنة الماضية، 150 مليون دينار جزائري، نفس ما زادت ما نقصت. أن الجمهور تاع باتنا واش نوجه له؟ أن الجمهور تاع باتنا لازم يكون الشيء اللي نطلبوا منه، أن هو ليس ضيف ولكن هو اللي يستضيف كل الناس اللي لازم اللي يجوا، السواح اللي يجوا، المواطنين الجزائريين اللي يجوا من عدة ولايات. كنت نتمنى أنهم يكون الجمهور في المستوى المطلوب، وخاصة هذه السنة، لأن رسالة مقدسة ومن الأوراس. 36 دورة هي عمر المهرجان منذ بدايته، إلا أن عامل التجديد وإضفاء الحركية يعد عاملا مهما في إعطاء مثل هذه المهرجانات الفنية بعدها العالمي اللازم. فهل ستنجح الطبعة 37 في ذلك؟ يا مشاهدينا، نصل إليكم إلى ختام 90 دقيقة من الأخبار. شكرا على